صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء من قناه نوميديا. نبدا موجزنا من حدودنا الجنوبيه، حيث وقفت مفرزه للجيش الوطني الشعبي بعين قزام باقليم ناحيه العسكريه السادسه الخميس 5 مهربين، وحجزت سياره رباعيه الدفع و1320 لترا من الوقود. أما بالناحية العسكرية الرابعة فقد أوقفت مفرزة أخرى تجير مخدرات بحوزته 5 كيلوغرامات من الكيف المعالج بمنطقة عين ميراس. في موضوع آخر، وبعد تصريح الوزير الأول عبد الملك سلال من عين التفلة حول المنعرج الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد جراء تراجع أسعار النفط وتذكيره بحتمية الرهان على قطاع الفلاحة لأجل بناء اقتصاد بديل خارج البترول، يرى خبراء اقتصاديون أن الجزائر لها الإمكانيات لتحقيق ذلك، وهذا مرهون بإحداث إصلاحات جذرية. التقرير التالي مع زميل أيوب مزيان. الاعتماد على الفلاحة والنهوض باقتصاد وطني خارج المحروقات مرهون بتوفير الإمكانيات اللازمة للفلاحين وتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة وتغيير المنظومة المصرفية مع محاربة الفساد والبيروقراطية. نظن التصريح تاع السيد الوزير الأول كان واقعي. لابد يعني نركزوا على قطاعات خارج المحروقات وخاصة الفلاحة بعد الخدمات، ولكن ما نساوش يعني التقرير تاع البنك العالمي اللي سلم سيد رئيس الجمهورية يعني على المشروعات، يبين يعني الكلفة ربما 20-30% زيادة على الكلفة العالمية. لابد يعني المشاريع اللي الحكومة راس تطرح فيهم يتحكموا في الكلفة. لابد تغير. احنا واش يهمنا الجزائر؟ يكون يعني الميزانيه بالعمله الصعبه ايجابيه، تحويل التكنولوجيا والمانجمنت ايجابي للجزائر. انظن الجزائر عندها امكانيات. المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد يمكن تجاوزها دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، يضيف الخبير الاقتصادي. كان قانون اقتصادي القيمة تاع العملة مرتبطة قبل كل شيء على الإنتاج والإنتاجية. الآن العملة تاع الدينار مرتبطة بعد دخول سنة ولكن كل هذا مرتبط كذلك مع المجال السياسي. لابد يكون الحكام الراشد، دولة القانون، نحاربوا الرشوة اللي يحكموا فينا يمدوا المثال. خاطر رانا رايحين مرحلة صعبة. كل هذا يعني نظن الجزائر ما يكونش عنده النظرة السلبية. قد تفوت هذه المرحلة، ولكن كان شروط اقتصادي اجتماعي وسياسي. وبما أن الكرة الآن في مرمى المنتجين الفلاحين، يبقى النهوض بالقطاع الفلاحي مرهون بتوفير الإمكانيات اللازمة للفلاحين. بغية تشجيع العمل الحرفي وتوسيع الصناعات التقليدية، دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عائشة تجابو على هامش فعالية الصالون الوطني للبناء والصناعات الحرفية بقصر الثقافة للخروج من العمل الانفرادي إلى العمل المؤسساتي، كما أكدت المسؤولة على ضرورة الاستفادة من مثل هذه التظاهرات لتبادل الخبرات وترقية عمل الحرفيين. هي فرصة للحرفيين الجزائريين حتى يبرزوا إمكانياتهم وطاقات الهائلة وكل ما يمكن أن يقدموه إلى المشاريع التنموية الوطنية، وكذلك هي فرصة لأصحاب المشاريع والمؤسسات العمومية حتى يتمكنوا من معرفة الطاقات الهائلة وكل ما يمكن للحرفي الجزائري أن يقدمه لهم في إطار إنجاز مشاريعهم. ونحن نركز كذلك على تشجيع الحرفيين من الخروج من العمل الانفرادي والانعزالي إلى التوجه نحو العمل المؤسساتي، لأنه أمر مهم جدا يمكن الحرفي من تلبية الطلبات فيما يخص هذه المشاريع. دوليا، في نيجيريا قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في تفجير انتحاري استهدف موكبا دينيا قرب مدينة كانو الشمالية الجمعة، حسب ما أكده منظمو الموكب. ووقع الهجوم بعد وقت قصير من القبض على رجل بحوزته قنبلة.
هذا وتعد مدينة أوكانو ثاني مدن نيجيريا سكانا، حيث يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، وتقع شمال نيجيريا. حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة نظيره الروسي فلاديمير بوتين من اللعب بالنار، معتبرا أن تصريحاته الأخيرة غير مقبولة. وتأتي هذه الانتقادات بعد توتر بين البلدين جراء إسقاط أنقرة مقاتلة سخوي 24، تقول إنها انتهكت مجالها الجوي أثرتها الماضي. وفي خطابه الذي ألقاه خلال افتتاح مشاريع تنموية في مدينة بيبروت، جدد أردوغان التأكيد على أن تركيا لم تتعمد إسقاط طائرة روسية. هذا وكان بوتين قد عبر في وقت سابق عن أسفه لعدم تلقي روسيا اعتذارات واضحة من قادة تركيا، ولا عروض تعويض عن الأذى والضرر، ولا وعودا بمعاقبة المجرمين المسؤولين عن جرائمهم بعد إسقاط الطائرة. ونختم موجزنا بشيء من الثقافة، فمع نهاية شهر نوفمبر، شهر الصمود والكفاح، شهر انطلقت به رصاصة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. ولأن أبناء الجزائر حاضرون دوما، عبر أهل الفن عن كلمتهم أيضا. تقرير مصطفى الزيتين. مع نهاية شهر نوفمبر، شهر الصمود والكفاح، شهر انطلقت به رصاصة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. ولأن أبناء الجزائر حاضرون دوما، عبر أهل الفن عن كلماتهم أيضا. هذا الحفل اللي جينا لمناسبة الأول نوفمبر، وشوف حضرنا فيه، يعني درنا غير حويجات الله يبارك غير على التراث وعلى الجزائر. فجميل جدا، خصوصا لما نتغنى بالجزائر، لانه احلى شيء عند المواطن المحترم هي بلاده ووطنه. صان في بليزير ديتر لا بيان سور، وكذا يفننكم مع عبد القادر شاعو ريم حقيقي مزكيه محمد كل زوتر الكليان كلمه ملان السينيغ. يعطيكم الصحه ديجا لو فات نخدم كنيا الساقي ومازال نخدم كنيا. تعجز الكلمات باش تعبر على تاريخ الجزائر وعلى بلادنا الاصيله، و ولي كل الفخر أني نكون جزائرية. تحت أنغام الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، وفي الذكرى 61 لاندلاع الثورة المجيدة، نترحم على رجال وحرائر سكبوا أرواحهم فداء للوطن. فوداعا شهر نوفمبر. الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا، تكسر سيف الظلم في الحروب هلك وهالشجاعة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، للقاء.